هامة صحفية وقفت بين ثنايا الدمار والموت، والوطن نصب أعينها. الكلمة من دم والشهادة جزء من الرسالة، هي ضريبة الحقيقة والتشبث بالهوية التاريخية التي يدفعها الصحفيون في تغطيتهم للحرب الدموية التي يشنها الاحتلال على غزة منذ 5 شهور. وهم كانوا بمستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية والمهنية التي رتبت عليهم توثيق حقيقة مادية وواقعية للتاريخ. تاريخ سوف تتناقلها الأجيال عن تلك الإبادة الجماعية التي حصدت أرواح أبناء شعبهم بالأسلحة الفتاكة التي أمطرتها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية. سيكتب التاريخ أمانتهم وإنسانيتهم وتفانيهم بعملهم وسط المخاطر الشديدة، وتبقى الحقيقة كل الحقيقة فيما نقلوا من كلمة وصورة وعبر رسالتهم الأخيرة وهم يرتقون إلى السماوات العلى. وهم الذين أسموا الصحافة صاحبة الجلالة وقالوا إن لا حماية دولية على الإطلاق ولا حصانة لأي شيء، وإن الدروع لا تحميهم ولا القبعات. وهم الذين شهدوا بالله إنهم نقلوا بما فيه الكفاية لوجهه وخدمة لوطنهم، قالوا لنا سنخرج من غزة إلى السماء وإلى السماء فقط. الوجوه أصبحت شاحبة والأمل انقطع. أدينا الأمانة تجاه وطننا وسنبقى لآخر نفس ننقل لكم الصورة. اطمئنوا فنحن في رعاية الله. أهلا بكم مشاهدينا، ودائما في إطار تغطياتنا للحرب على غزة نطل عليكم من مؤسسة الصحفي والمؤرخ الفلسطيني شهيد الحرية سمير قصير. ويسرنا أن نرحب بصحفية والباحثة وداد جربوع. أهلا وسهلا فيك وداد. شكرا. ودائما التحية لأرواح الرمزين في الإعلام سمير قصير وجيزيل خوري. طبعا. نبدأ معك وداد من نشأة هذه المؤسسة والأدوار التي تقوم بها. نعم، نحن مؤسسة سمير قصير تأسست بعد حوالي سنة من اغتيال المؤرخ سمير قصير. كان هيدا حلم الإعلامية الراحلة جيزيل خوري، إنه تنشئ مؤسسة تدافع عن الصحفيين، تحمي حقوقهم، بنفس الوقت تعمل تأدي أو تعزز الديمقراطية والحرية والثقافة في لبنان ودول الجوار. كرمالك نحن منغطي 4 دول: لبنان، فلسطين، سوريا والأردن. نعم. نحن مؤسسة سمير قصير هي قسمين: قسم مركز سكايز الذي يدافع ويرصد الانتهاكات بحق الصحفيين في الدول 4 اللي ذكرتها: لبنان، فلسطين، سوريا والأردن. وأيضا لدينا مهرجان ربيع بيروت، هو مهرجان سنوي بتنظمه المؤسسة كل سنة بذكرى اغتيال سمير قصير، نوع من مواجهة الموت والاغتيال بالفن والثقافة والفرح. وداد، سكايز مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، آلية عمله التأسيسي ورصده للانتهاكات الإعلامية. نعم، نحن شغلنا بيتركز على رصد هذه الانتهاكات بحق الصحفيين، الكتاب، الفنانين حتى، وأيضا النشطاء إن كان بلبنان، فلسطين، سوريا والأردن، وأي قضية تتعلق بحرية التعبير في هذه الدول. عنا عدد من المراسلين موجودين على الأرض، إن كان بفلسطين بالضفة بغزة وأيضا بأراضي 48 وفي الأردن، وعنا باحث، طبعا ما عنا مراسلين للأسف بسوريا، لكن لدينا باحث هو بيهتم بيتابع القضايا التي تتعلق بالحرية بسوريا. وبلبنان أكيد في عنا باحثة وهي مراسلة بنفس الوقت هي اللي بتغطي وبتتابع هذه الانتهاكات. هلأ بالحرب على غزة، على شو بتعتمدوا؟ على مراسلين؟ في لكم مراسلين هلأ بغزة عم بيرسلوا؟ صحيح، هني على الأرض عم بيشتغلوا بيغطوا بيبعتونا كافة الانتهاكات اللي عم تصير بفلسطين، إن كان بالضفة أو بـ 48 أو حتى بقطاع غزة. نعم، هني من سكان غزة موجودين؟ طبعا. نعم، مراسلتنا بالضفة هي من الضفة ومراسلنا بغزة موجود في غزة. صحيح. طيب وداد، أبرز الانتهاكات اللي اليوم عم يتعرض إلى الصحفيون الفلسطينيون في فلسطين وفي غزة بشكل خاص اليوم، يعني تحديداً خلال هذه الحرب؟ نعم، تحديداً بقطاع غزة نحن عم نشوف استهداف متعمد وقتل الصحفيين بشكل متعمد. عم نشوف كيف إسرائيل عم بتستهدفهم بشكل مباشر،
ونحن عم نحكي عن أعداد غير مسبوقة بفترة زمنية كتير قصيرة. طبعا يعني ما حصل، نحن وصلنا لحد اليوم أكثر من 140 صحافي ومصور تم استهدافهم وقتلهم من قبل الجيش الإسرائيلي، إن كان خلال عملهم الميداني أو خلال تواجدهم بمنازلهم عبر قصف منازلهم واستهدافها. فالقتل وقتل الصحفيين هو الانتهاك الأبرز اللي نحن عم نشوفه، وأيضا استهداف عائلات الصحفيين بهدف ترهيب وتخويف وإسكات الصحافي نفسه، وصارت طبعا مع عدد من الصحفيين، ومن ضمن الصحفيين اللي تم استهدافهم وقتلهم هو مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، كمان زميلكم بغزة. وايضا اصابات، عندنا المئات من الصحفيين والمصورين مصابين، للاسف بعض ما قادر يتم معالجته بالمستشفيات لعدم وجود قدرات حقيقيه يعني بقطاع غزه لمعالجه كل الناس يعني. فالبعض ما زال نحن يعني بيحاولوا انه يطلعوا من غزه لتامين هذا العلاج، لكن للاسف للظروف السياسيه والصعبه حاليا لخروجهم من القطاع، في عدد منهم عم بيموتوا بسبب تلك الاصابات وما عم بيقدروا يتعالجوا. وعنا اكيد رصدتوا اسرى من طبعا الصحفيين وداد؟ طبعا في عدد من الصحفيين هم اسرى، تم ام بعدهم لهلا محتجزين او تم اطلاق سراحهم، مثل ضياء الكحلوت مراسل العربي. نعم. وعنا صحفيين مفقود اثرهم من 7 اكتوبر، نضال وحيده وهيثم عبد الحق مفقود، يعني فقدوا وقت صارت احداث 7 اكتوبر. نعم. وطلع قرار من المحكمه الاسرائيليه انه بعدم ذكر اي تفاصيل او معلومات عنهم، انه اذا كانوا متواجدين قال بإسرائيل أم لا. طب هودي مين مسؤول وداد أنه يتحرى عنهم ويعرف أمكنت هالصحفيين وين محتجزتهم للسلطات الإسرائيلية؟ حاولت عائلاتهم من خلال مؤسسات حقوقية بالداخل بالضفة أو بإسرائيل أنه يقدروا يحصلوا على معلومات هل هم موجودين هناك، بس حجة المحكمة الإسرائيلية أنه هلأ في حالة حرب وما فيهم يعطوا أي تفاصيل أو معلومات. هذا بالحكم الأخير اللي طلع بديسمبر، أي بعتقد بديسمبر 2023 قرر المحكمة أنه ما حيقدموا أي معطيات بخصوص هدول الصحفيين الاثنين. صليب الأحمر الدولي له دور بهالموضوع؟ ايه، بس حاليا بما انه طلع قرار محكمة ما بعتقد الصليب الأحمر رح يقدر يتجاوز هذا القرار. قدي بتشوفي وداد انه الاحتلال حاول قد ما بيقدر انه يستهدف الصحفيين، يقتل صوتهم وكلمتهم لحتى يعني يعمي عن الحقيقة اللي عم بتصير اليوم بهالعدوان على غزة؟ صحيح، إسرائيل يعني شفنا قديش استهدافاتها عم تكون مباشرة ومتعمدة ودقيقة باستهداف الصحفيين وقتلهم، مثل ما حكينا لترهيبهم، لإسكات أصواتهم، لأنه بمحل من المحلات إسرائيل ما بدها توصل هذه الرواية إلى خارج قطاع غزة، ما بدها تظهر هذه الممارسات اللي عم بتصير، الخروقات بحقوق الإنسان اللي عم بتصير، قتل المدنيين، استهداف المدنيين، إبادة اللي عم بتصير بقطاع غزة. إسرائيل أكيد بتخوفها الرواية اللي عم تنقلها، بينقلها إن كان الصحافي أو الصورة اللي عم بينقلها المصور الفلسطيني أو الغزاوي إلى الخارج، فبالتالي بتهز عندهم شيء. قتلهم واستهدافهم للصحفيين، مع يعني ما عم بيكون بس قتل واستهداف الصحفيين، عنا تدمير مؤسسات إعلامية، عنا تدمير كليات إعلامية، عنا حتى تدريب مراكز إعلامية، في محاولة لقتل مهنة الصحافي بشكل عام لسبب بسيط، إنه صح هلأ الرواية مهمة إنه يتم سرد الحرب اللي عم بتصير، بس كمان في مرحلة ما بعد الحرب نحن حنشوف ونسمع قصص أو رح نسمع قصص حتكون بنفس أهمية الرواية اللي عم بيتم نقلها هلأ إلى العالم. يعني أنت برأيك وداد أنه رسالة الصحفي هي ركن من أركان نقل هيدي الرواية؟ طبعا، يعني هلأ مين اللي رح ينقلها بطريقة محايدة وبطريقة مهنية غير الصحافي اللي على أرض اللي عم بيقدر ينقل الصورة وينقل الأحداث مثل ما هي؟ كرمال هيك نحن عم نشوف انه اسرائيل عم بت يعني توصل لمرحله نحن نوثق حالات صحفيين بيكونوا عم بيغطوا بغزه، ولما يسمعوا صوت مسير درون او مسيره اسرائيليه يخافوا من استهداف ويشرحوا الفستس اللي مكتوب عليه صحافي، لانه في عارفين انه في استهدافات مباشره من الاحتلال الاسرائيلي، ودائما كانت متعمده طبعا ان كان بغزه او حتى ان كان بجنوب اللبناني. يعني نحن تم قتل 3 صحفيين بالجنوب، كان استهداف
حسب مراسلون بلا حدود، حسب رويترز وحسب عدد من التحقيقات، يعني مراسلون بلا حدود عملت تحقيق باليستي قدرت تشوف وتأكد من خلال هذا التحقيق أنه كان الاستهداف دقيق ومتعمد بحق الصحفيين. يعني اللي صار بجنوب تم استهدافهم مرتين، أول مرة، تاني مرة كان في فرق 40 ثانية، علما أنه كانوا هني موجودين بمنطقة كانوا مرئيين، نعم، ظاهرين بشكل كتير واضح، وكانوا مجموعة كبيرة كمان، مجموعة وكلهم لابسين فيست الصحافة، وبالتالي كان يعني سهل كتير تفرقتهم عن المقاتلين الموجودين أو الموجودين على الأرض. يعني وكان في قبل طيارة إسرائيلية بالأجواء قبل 45 دقيقة من الاستهداف شايفة أنه هدول صحفيين. الاستهداف نحن نقول بصوت عالي عم تستهدف إسرائيل، والجيش الإسرائيلي عم يستهدف بشكل واضح ومتعمد لهدول الصحفيين إن كان بغزة أو كان بجنوب لبنان. مين بيحمي الصحفيين اليوم؟ يعني للأسف هلأ نقول مين بيحمي المدنيين بفلسطين؟ ما حدا عم بيحمي، حتى المدني الصحافي حسب القانون الإنساني الدولي، دولة الإنسان هو مدني يعتبر حمايته مثل حماية المدني، بس نحن عم نشوف إنه الأطفال عم تقتل، نساء عم تقتل، كبار السن عم بيتم قتلهم. يعني هون للأسف ما حدا، إسرائيل ما عم تحترم لا حقوق الإنسان ولا عم تحترم أي قوانين دولية لحماية المدنيين أو حتى الصحفيين. يعني عدد كبير من المؤسسات الإعلامية اللي بتعنى بالدفاع عن الصحفيين وحقوق الصحفيين كانت محلية أو دولية دورهم هودي اليوم بتحاول بشكل كتير كبير تضوي على هذه الانتهاكات، ومننا مؤسسة سمير قصير نضوي على هذه الانتهاكات، نحاول ندعم ونساعد الصحفيين على الأرض، بس للأسف الواقع الحالي ما عم بيساعد كتير الصحفيين أو ما عم بيساعد كتير المؤسسات الإعلامية الحقوقية إنه يكون لها تأثير حقيقي على الأرض، لأنه للأسف يعني إسرائيل عم تخرق كل القوانين كل التشريعات وما عم تحترم أي قانون دولي أو إنساني، وبالتالي مستمرة لأنه ما في محاسبة حقيقية، وحتى بجرائم كتير ضد الصحفيين بفلسطين. يعني شيرين أبو عقلة صار في دعاوى، وين وصلت هذه الدعاوى؟ وكمان بالصحفيين اللي انصابوا بلبنان كمان، صحيح يعني حنرجع لورا أكتر قبل حرب غزة. شيرين أبو عقلة مش بس فلسطينية، بتحمل الجنسية الأمريكية، وقدمت النقابة الصحفيين الفلسطينيين عبر الاتحاد الدولي بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، صحيح، ضد إسرائيل. كل اللي عملته إسرائيل اللي هو تحقيق يعتبر تحقيق يعني غير شفاف وبتلف طبعا، وسكرت الملف وما كأنه صار شيء، ولهلأ ما تم في أي محاسبة بحق الشخص اللي استهدف وقتل شيرين أبو عاقل من الجيش الإسرائيلي أو من قوات الاحتلال اللي كانت موجودة بالضفة. فهيدي الجريمة لحالها فرجتنا أنه إسرائيل للأسف مستمرة بالإفلات من العقاب، ما في حدا عم بيحاسب إسرائيل. لو في محاسبة حقيقية ما كانت فتحت الباب وشرعت الأبواب أمام كل أعداد هذه القتل المدنيين اللي تم استهدافهم مش بس صحفيين. ولطالما يعني الصحفي الفلسطيني هو في مرمى الاستهداف الإسرائيلي حتى يعني قبل عدوان غزة، وفي أسرى بالسجون الإسرائيلية من صحفيين، صحيح، وازداد بعد 7 أكتوبر. يعني نحن شفنا أعداد الصحفيين اللي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، يعني خلال الاجتياحات الإسرائيلية اللي كانت عم بتصير للمدن، لجنين، لنابلس، لعدد من المدن الفلسطينية، وبالتالي كان ينزل الصحفي ويغطي، كان عم بيتم احتجازه أو اعتقاله إن كان خلال تغطية المدنية أو خلال اقتحام المنازل الصحفيين، واعتقالهم وصلنا لعدد أكثر من 50 صحافي من الضفة الغربية لحالة تم اعتقالهم. بعد أطلق سراحه حوالي 20 صحافي تم إطلاق سراحه، بس في عدد كبير ما زال بالأسرة. ليه بتقتل عائلاتهم برأيك؟ لترهيبهم، لأسكيتهم، لأنه الصحافي مستمر بعمله، يعني شفنا تضغط عليهم عن طريق أكيد، يعني شفنا في صحفيين تم تواصل معهم من قبل القوات الإسرائيلية، إنه تهديدهم إذا رح تضل مستمر بالتغطية بقطاع غزة، عدد من الصحفيين نحن رصدنا يعني ترهيب كمان، حيتم قتلك أو تهديده بالقتل، وشفنا إنه في صحافة بعد عدة أيام من تهديده تم استهداف منزله وقتل عائلته، وكمان عائلة وائل الدحدوح اللي تم استهدافه. يعني هناء محايمد بداخل الإسرائيلي عدد مش لا القوات الإسرائيلية ولا جيش الاحتلال اللي هجمها، هن زملاء لها صحفيين ومصورين إسرائيليين، هي مراسلة مش الجزيرة، هي مراسلة الميادين، كمان تم يعني الاعتداء عليها والهجوم عليها من قبل زملاء لها اللي هن صحفيين ومصورين إسرائيليين بسبب عملها الصحافي والتغطية. يعني للأسف بفلسطين الصحافة
من القوات الاحتلال، من نعم المستوطنين، من حتى وصلت لحد انه من زملائهم عم بيتم التعرض لهم والاعتداء عليهم واستهدافهم. طب هلأ الصحفي بغزة أبرز التحديات والمشاكل اللي عم ترصدوها وداد اللي بيواجهها، يعني الصحافي عم بيشتغل يعني عنده بظروف اليوم تحديات كل كبيرة غير مقومات اعتيادية، العمل مش موجودة اليوم أكيد عنده. يعني لا كهرباء، لا إنترنت ليقدر يودي المواد أو الفيديوز اللي بده يصورها للقنوات أو للمؤسسات الإعلامية بيشتغل فيها، نعم لا أبسط أمور الحياة مش موجودة، الماء، الأكل، مكان ينام فيه، شفنيهم عم بيناموا بالخيام بالمستشفيات طبعا، كمان لا في خيم، وبالخيام. عم بيناموا بالخيم الصحفيين، عندنا 1200 صحافي نازح داخل المؤسس، داخل المدارس والمستشفيات. هلا هلا حاليا عندنا مؤسسات اعلاميه مش عم تشتغل لانه موجوده اما باماكن بتعتبر خطره لانه فيها قصف اسرائيلي، ان كان بالمدينه، بمدينه غزه، نعم او بسبب عدم قدره الصحفيين يكونوا موجودين ليقدروا يشتغلوا. في صحفيين وداد كانوا يعني يشتغلوا لمؤسساتهم وهلا توقف عملهم. في عدد كبير من المؤسسات الاعلاميه توقفت عن عملها نعم لانه ما في كهرباء، ما في انترنت، موجودين الصحفيين او الموظفين موجودين بمؤسسات، سوري، بمستشفيات وبمدارس، يعني ما في قدره لانه يقدروا ينجوا مواد. يعني نحن عم نحكي هلا اللي عم بيشتغلوا هن المراسلين الميدانيين اللي عم بيقدروا يغطوا بالصوره، والحرب هلا حاليا تحولت الى صوره وخبر وفيديو اكثر ما نعم ماده مكتوبه. الأهمية هلا أهمية الفيديو والصورة لأنه أصبحت هي اللي عم تنقل، للأسف بعرف قديش المشاهد صعبة بس هي عم بتفرجي المشاهد الحقيقية والمجازر الحقيقية اللي عم بيقوم فيها الجيش الاحتلال ضد شعبنا بغزة. وداد وكالات أنباء عالمية وفضائيات اضطرت للمغادرة صحيح، لمغادرة غزة ولم يسمح لها بتغطية هذه الحرب. كمان هيدي مسؤولية الاحتلال انه يأمن حماية الصحفيين من كل أنحاء العالم انهم يدخلوا. كمان هون الاحتلال حاول يطمس حقيقة اللي بده يعمله بغزة من البداية. صحيح، يعني الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة من حتى البداية من البداية. مش بس هيك، طلع بيان بشهر 11 إنه هو لا يستطيع أن يضمن سلامة الصحفيين في غزة. شو يعني هذا؟ مش يعني إنه أنا ما بقدر أحميكم، هاي يعني أنا رح أتعمد حاستهدفكم بشكل مباشر، هيدا نعم يعني تهديد بالقتل نعم للصحفيين الموجودين، إنه نحن ممكن بأي لحظة نقتل صحفيين يعني ما وإنتوا تلومونا ما إذا تلومونا. قتلناهم. صحيح، نعم يعني مش بس انه هو ما بده الصحفيين الاجانب تدخل لحتى تغطي هذه التجاوزات الخطيره لحقوق الانسان اللي عم بتصير والاباده اللي عم بتصير بقطاع غزه، كمان عم بيقضي على الصحفيين الفلسطينيين، يعني 140 صحافي ومصور، رقم يعني غير مسبوق، خطير جدا، ما صار بالعالم خلال العالم، الارقام السنويه بكل العالم ما وصلت لقتل 140 صحافي. نحن عم نحكي بمنطقة بقطاع غزة بس لحاله، عم نحكي بفترة زمنية تقريبا 147 148 يوم، يعني الفترة الزمنية والمنطقة اللي عم نحكي فيها عن جد أرقام. هون إسرائيل يعني تجاوزت كل الخطوط الحمر، وللأسف ما حدا عم بيحاسبها وهون بجرائمها. دوركم وداد كمراكز للدفاع عن الحريات الإعلامية إنكم توثقوا هالجرائم اللي عم بتصير صحيح، خلال هالعدوان على غزة، ومش بس كمان توثقوا، كمان إنكم تعدوا يعني تعدوا الحقيقة وتقدموها للجهات المعنية لمحاكمة إسرائيل. صحيح، يعني مؤسسة سمير قصير عم تكون مرجع لعدد كبير من المؤسسات الدولية لتعرف الأعداد الحقيقية للصحفيين اللي تم استهدافهم وقتلهم من قبل القوات الإسرائيلية، ونحن عم نرصد يعني بشكل يومي هذه الجرائم، مش بس الصحفيين والمصورين وأيضا الكتاب والشعراء والفنانين والرسامين، يعني حتى بالإطار الثقافي، يعني إسرائيل عم تقضي على جيل كامل من الفنانين والصحفيين والشعراء، الأعداد صارت كتير كبيرة واستهدافات صارت كتير خطرة. فصح، نحن عم نعمل هذا الرصد، عم نحط ونوثق كل هذه الجرائم بالأرقام. بالأرقام أكيد، نعم والأسماء والمناطق، وأيضا نشوف مرحلة ما بعد انتهاء هذا الحرب لتكون مرجع لأي جهة دولية تستعمل هذه المعلومات لنشوف عدد الجرائم أو حجم الجريمة الإسرائيلية اللي ارتكبتها بحق الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين والصحفيين. أكيد يعني هيدي كمان مسؤوليتكم أمام التاريخ، لأنه هيدي يعني نحن بعدنا لهلا بنحكي عن نكبة 48، وهيدي كمان لا تقل عنا لا أكثر بكثير صحيح، كمان، فتوثيق بهالموضوع كثير طبعا كثير طبعا مهم.
قديش وداد برأيك قدر الصحفي الفلسطيني رغم كل هالصعوبات اللي عم يتعرض لها إنه طبعا يعني يوثق اللي عم بيصير بغزة؟ اكيد مثل ما حكينا كان عم بيشتغل بظروف استثنائيه، يعني الحاجات الاساسيه اليوميه غير متوفره له. وحتى يعني بنروح لحالات لصحفيين هن وعم بيغطوا على الارض بيكتشفوا انه الحاله اللي عم بيغطوها او القصف اللي عم بيغطوه هو قصف عائلاتهم ومنازلهم، وهي لحالها هي صدمه نفسيه للصحفيين، وبعدهم مستمرين بالتغطية وبعدهم مستمرين لأنه في مسؤولية كتير كبيرة. إذا الصحافة بقطاع غزة ما غطى هذه الجرائم ما حدا غيره رح يغطي هذه الجرائم، هن الحمل والمسؤولية عليهم هلأ بغض النظر طبعا بظل الظروف الصعبة يعني المأساوية اللي عم بيعيشوها، بس هلأ في مسؤولية كتير كبيرة على الصحفيين ليقدروا ينقلوا الصوت والمعاناة الناس على الأرض إن كان بمدارس الإيواء أو كان بالقصف أو غيره. أصعب المناطق كانت بالنسبة للصحفيين بأصعب المناطق بغزة، شمال الشمال، غزة صحيح، الشمال وضل في عدد يمكن في 2% من الصحفيين أو 1% من الصحفيين بقيوا بقطاع بشمال غزة، وهذا بشكل كمان خطر لأنه بصير في حالة من يعني تعتيم كامل لما يحصل من جرائم بالشمال، لأن احنا بنكتشف انه اسرائيل لما طلعت من منطقه بعد ما دخلت عليها اجتاحتها برا، نعم بنكتشف انه ما في الا الصحافه لما يفوت ويغطي عدد الجرائم والتعذيب اللي صار بحق الناس، العائلات اللي تم حرقها واللي تم دهسها، الاسرى اللي تم دهسهم، يعني في جرائم مخيفه نعم بحق حقوق الانسان، لو ما في هذا الصحافه او عدد بسيط جدا من الصحفيين بشمال غزه ما كنا قدرنا نعرف فيها او نعرف شو حصل هناك. ومش بس هيك، كمان كان في ناس مش صحفيين قبل الحرب وصاروا صحفيين خلال الحرب وصاروا يعطوا رسائل، ايه اعتمدتوا على رسائلهم. في صح يعني الحرب خلقت في صغار نوع كمان من بالعمر. صحافة المواطن، صحافة المواطن خلقت بهذه الظروف الاستثنائية بقطاع نعم غزة، نعم ونحن حتى شفناها بسوريا بالحرب، خلال الحرب ايه بسوريا انه وقت تم كان يتم استهداف الصحفيين وقتلهم كمان، وعدم وجود صحفيين في المناطق معينة كان المواطن يطلع هو يصير يغطي، هي اسمها صحافة المواطن، واللي لها كمان دور اساسي ودور مهم خاصة في المناطق اللي مش موجود فيها صحفيين مثل نعم شمال غزة، مثل شمال غزة إيه مثلا. لأنه بتعمل شوي من توازن لتقدر تنقل صورة ما يحصل هناك. اعتمدتوا على هالرسائل وداد؟ عدد كبير من المؤسسات الإعلامية اضطرت تعتمد عليهم نعم بتغطيتها بسبب عدم وجود إلى مراسلين بشمال، لأنه صعب كتير كانت الناس تبقى بشمال، كانت كل الناس عم تطلع على تنزح إلى رفح وقتها، فأكيد في عدد كبير من الصحفيين هم يمكن نشطاء إعلاميين ما انهم صحفيين بس انه وجودهم بالمناطق هذه كان أساسي لحتى نقدر يقدروا ينقلوا الصورة كما هي بتلك المناطق. قديش لعبت المسؤولية الوطنية دور وداد لحتى هالصحفي غامر بحياته وبكل شيء لحتى ينقل هالجريمة الكبيرة اللي عم ترتكبها إسرائيل بغزة اليوم؟ أكيد يعني الصحافة بهذه الظروف اللي عم بيشتغل فيها لو ما كان عم بيشتغل من كمان مش وطني بلده بالنهاية، نعم غزة نعم بالنهاية وطنه وبلده، وبده ينقل الجرائم اللي عم تصير بحق شعبه وأهله، يعني أنا ما فيني لوم الصحافي الأجنبي إذا فل من غزة بظل الحرب، بس الصحافي بده الفلسطيني بده ينقل هذه المأساة، هذه الإبادة اللي عم تصير بحق أهله، لأنه مسؤولية بتقع عليه بس لحاله ما في حدا غيره. يعني إذا ما وثقت أنا مين بده يوثق؟ صحيح بهالطريقة صحيح. هيدي. طيب وداد، بين العمل الصحفي وبين الحالات الإنسانية اللي كانت قدام الصحفي، قديش تأثر العمل عمل الصحفيين؟ طبعا الحالات من عائلته مثلا نعم لما مثل ما حكينا مثل ما لما يكون عم بيغطي حدث ويطلع عائلته وبيته هو المستهدف واللي تم قتل عائلته او استهداف عائلته، هذه الحاله بتاثر بشكل كتير كبير على الصحافه والمأساة اليوميه اللي عم بيغطيها الصحافه، التراكم والمعاناة، نحن اللي عم نحضر من بعيد ما يحصل في قطاع غزة ومتأثرين بشكل كتير كبير إن كان فلسطينية أو لبنانية أو أي حدا بيشوف هذه الجرائم، نعم هذه الإبادة، هذا القتل اللي عم بيصير، الإبادة اللي ما صارت
بهيدي الفترة القصيرة بحق هالشعب، اللي تجويع شعب، يعني عم بيتم تجويع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والعالم عم بيتفرج. فكيف إذا كان الصحافي بضل هذا بقلب هيدا الحدث عم بيشوف الوجع، عم بيحس بوجع الناس بشكل مباشر، قديه كمان عم تعمل تراكم مشاكل نفسية بحقه يعني. وكان عم يشتغل كمان، يعني عم بيحاول انقاذ الناس بمحلات كتير شفناهم بالمستشفيات، كان يعني في هذا الدور كمان لإله نقلهم بسيارات الجرحى، نقل الجرحى بسياراتهم ويصوروا الحدث نفسه. قديش العالم بس تشوف صحفي بتحس بالأمان، مش بالامان، وبتحس انه بدها تحكي، بدها صوتها يطلع لبرا غزه، يعني بتعتبر انه في منفس لها لتقدر تحكي وتعبر وتحكي عن وجعها، وبالتالي كانت تحب تحكي وتتواصل مع صحفيين موجودين بغزه، بس لتقول لهم، قولوا للعالم شو عم بيصير عنا، قولوا لهم ما في اكل، قولوا لهم ما في شرب، قولوا لهم ما في، في قتل يومي عم بيصير بحق شعبنا بغزه. وللأسف كمان بيفكروا أنه هذا الصحفي محمي، وهو بالحقيقة مش محمي، مثله مثل أي إنسان كان بهذه الحرب عم بيتم استهدافه وقتله وقتل عائلاته، مثله مثل بقية المدنيين. وداد رصدتوا صحفيين توقفوا عن رسالتهم على الهواء بسبب الإرهاق، بسبب الإرهاق وأيضا بسبب الترهيب، بسبب التهديد. في صحفيين كتير شفناهم عم يقعوا على الهواء، بيغموا على الهواء بشكل مباشر. في صحفيين من بعد ما تم اغتيال وقتل زملائهم قرروا وأعلنوها بشكل على المنصات التواصل الاجتماعي أنه هن منهم بعد مستعدين أنه يغطوا، لأنه خايفين على عائلاتهم قبل نفسهم. يعني هم اكيد طبعا الواحد لما يكون عائلته تحت الاستهداف، خطر الاستهداف، بفهم انه يقرر بلحظه ما انه انا ما عاد بدي غطي، ما عاد بدي كفي بممارسه عملي الاعلامي. فاكيد شفنا كثير عدد من الصحفيين قرروا انه ما يستمروا بالتغطيه الميدانيه خوفا على عائلاتهم، او بسبب الارهاق، او بسبب تعب، او بسبب يعني الاستهدافات المتكرره من قبل الاحتلال الاسرائيلي. الصحفيه الفلسطينيه كيف رصدتي دورة؟ يعني بتعرفي دائما النساء بتكون في مشاكل بتكون مضاعفة على النساء بكده لأسباب عديدة. الصحفيات استمروا على الأرض، مش إنه والله شفنا بس عدد من بس الصحفيين الرجال، بالعكس في كتير من الصحفيات موجودين هني على الأرض وعم بيغطوا ومستمرين بالتغطية. في عنا صحفية كانت تمسك بنتها، تكون إلى جانبها، حاطة كرسي إلى جانبها لأنه بالنهاية خايفة عليها، ما بدها تتحرك، تضلها موجودة حدها. بمراكز الإيواء تكون لايف على الكاميرا برسالة مباشرة بالتلفزيون، وبنفس الوقت بنتها بتكون قاعدة حدها. شفنا كتير حالات إنسانية ونساء بدهم يستمروا بالعمل الإعلامي بظل هذه الظروف الصعبة وبظل هذه الحرب، يعني ما ترددوا للحظة بالخوف أو شيء، بس إنه ضلوا مستمرين بعملهم. كمان أنتوا وداد بترصدوا الانتهاكات ضد المثقفين في التعبير، صحيح؟ في ناس كتبت خلال هالحرب تعرضت لملاحقات من إسرائيل بالداخل، هيدا أكتر شيء صارت بالداخل بأراضي 48. يعني في صحفيين وفنانين، يعني في فنانين بتهمة التحريض، وحتى الصحفيين بتهمة التحريض بسبب ما كتبوه على على صفحاتهم، على منصات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تم استدعائهم واعتقالهم واحتجازهم بسبب منشورات تدعم الشعبنا بغزة أو تدعم صمود الشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتم احتجازهم وممارسوا بحقهم عدد كبير من الانتهاكات، وتم تحويلها للمحاكمات. في صحفيين تم إبعادهم عن الأقصى مثلاً لعدد من لأربعة أشهر. في عنا أحكام بحق فنانين، ميساء عبد الهادي مثلاً بسبب منشور على فيسبوك كمان تم توجيه تهمة التحريض بحقها. لطالما كانت صفحات الصحفيين الفلسطينيين يعني مرصودة هذه الصفحات ومستهدفة، حتى مش وتغلق. بس ومن قبل، حتى من قبل إدارة المنصات فيسبوك وإنستغرام ومنصة إكس، يعني شفنا عدد كبير من الصفحات الصحفيين الفلسطينيين تم تقييدها، تم منعهم من النشر، إغلاق صفحات لصحفيين وأيضا لمؤسسات إعلامية فلسطينية بسبب الأخبار اللي عم يتم نشرها، علما أنه ما عم بتكون، يعني ما في لا خطاب تحريضي على تلك المنصات ولا شيء، عم تنقل الخبر والحدث مثل ما هو، بوقت عم نشوف الصفحات
صفحات المستوطنين وصفحات الإسرائيليين اللي كلها تحريض تحريض. لقتل العرب وقتل الفلسطينيين ما بيتم لا إغلاقها ولا تسكيرة. هاي المعايير المزدوجة للأسف موجودة إن كان بالإعلام أو حتى على منصات العالمية، منصات الفيسبوك وتويتر وغيره. بهالظروف هيدي وداد، يمكن نتوقف شوي عند أهمية تدريب الصحفيين بمجال السلامة وأمنهم، وخاصة بمناطق النزاع. صحيح، يعني مؤسسة سمير قصير ملتزمة من 6 سنين لليوم بتدريب، طبعا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، بتدريب الصحفيين بمنطقة الشرق الأوسط إن كان بفلسطين أو بلبنان أو بالأردن أو بسوريا. نحن كل سنة بننظم دورة لمدة 5 أيام بتكون بمنطقة معينة بأوتيل، طبعا بيتركوا كل شيء أشغالهم وهيك، بيقعدوا 5 أيام بشكل متواصل تدريبات حول سلامة الصحفيين، إسعافات أولية، حتى تمثيل إعادة تمثيل، يعني ممكن حالات خطف أو استهدافات. كتير مهمة هيدي كل صحافي تكون عنده. للأسف نحن بمنطقة غير مستقرة، توترات دائمة، نزاعات دائمة، حروب دائمة، بس الصحافة بمنطقتنا منه حاصل على تلك التدريبات أو المهارات، حتى بفلسطين حتى بلبنان. وشفنا أنه تحديداً بتبلشت الحرب الجنوب، شفنا أنه عدد كبير من الصحفيين تم استهدافهم وما عندهم هذه التدريبات، ما حاصلين على تدريبات معينة وما بيعرفوا كيف يتصرفوا بتلك الظروف. كرمال هيك فتحت هذه، يعني الاستهدافات المتكررة بجنوب، فتحت النقاش قدام الصحفيين أنه هل فينا نحن نطلع إذا كنا مش مدربين، هل نستاهل الأمور أنه تطلع نغطي أو لا؟ يعني صار الصحافي هون متردد أنه يطلع يغطي بالحرب أو لا. كرمال هيك شايفين أنه التغطية الإعلامية المحلية كتير قليلة مقارنة مع المؤسسات الدولية. ليه وداد؟ لأنه أصبح يعني الاستهدافات المتكررة، نحن شفنا أكثر من 6-7 استهدافات. هلأ مرتين للأسف وقع ضحايا بين شهداء وجرحى، مصور عصام عبد الله وطاقم الميادين تم قتلهم، وعندنا كمان جرحى، بس كمان صار في استهدافات والحمد لله، يعني ما صار في اي اصابات. الصحافي صار يخاف لانه عارف انه اسرائيل عم تتعمد استهدافه بشكل بسيط، يعني ليش بدي اروح احط حالي؟ الصحافي صار يقول بشكل علني، ليه انا بدي اروح احط حالي بحال خطر واتعرض لهذا القتل وهذا الاستهداف من قبل اسرائيل؟ وخاصه انه اسرائيل يعني هم تقصفهم بالطيران. صحيح. وما في مجال لاي نوع من الحمايه، يهربوا قوي. صحيح صحيح، فللأسف يعني فتحت باب النقاش قدام الصحفيين، هل نطلع نغطي أو ما نطلع نغطي؟ وشفنا كيف تراجع التغطية المحلية للحرب بالجنوب. عن أي صحفي وداد نحن عم نحكي بهذه الحرب بغزة؟ طبعا الصحافي اللي عم يشتغل بهذه الظروف بقطاع غزة، بهذه المواقع الخطرة، اللي عم بيتحدى كل شيء لأنه بده ينقل هيدي الصورة بطريقة مهنية وينقل وجع أهله والإبادة اللي عم بتصير بحق أهله، شخص عن جد استثنائي وشخص قوي وشخص عنده يعني قوة مش موجودة وين ما كانوا عند الصحفيين بالعالم. يعني منا سهلة تحت رصاص، تحت الصواريخ، بأي لحظة ممكن يتم استهدافه، بأي لحظة ممكن يتم قتله. عن جد قد ايه بده يكون عنده هذه القوة وهذا اللي يقدر ينقل ما يحصل ويضله على الأرض بظل الظروف والاستهدافات المتكررة اللي عم بتصير بحقه. إذا بدك تخبرينا شوي عن رسالة أو أكثر من الصحفيين أو المراسلين اللي بيشتغلوا لصالح مؤسسة سمير قصير، انتوا بتتواصلوا معهم اكيد؟ ايه طبعا، يعني في هيك شيء صار، يمكن في حاله كان مراسلنا بغزه عم بغطيها، حاله للاسف استهداف وقتل صحافي، وكان عم بياخذ مقابله من زميله، وبعد يومين اخذ مقابله للشخص عمل خبر عن استهداف وقتل الشخص اللي عمل معه مقابله، يعني استهدافهم وقتلهم ورا بعض، يعني هذه كانت لافت كتير للأسف. يعني شو الخطة وداد بعد ما تحط هالحرب أوزارة؟ يعني نحن ناطرين بالنسبة لمراكز رصد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين. طبعا اولا الحاجة رح تكون كتير كبيرة، نحن عم نحكي بكل الأصعدة، بس نحن هلأ نحكي قطاع الإعلام. عم نحكي أكثر من 60 مؤسسة إعلامية فلسطينية دمرت بقطاع غزة، إن كان تدمير كامل أو تدمير جزئي. عم نحكي عن عدد كبير من الصحفيين مصابين، عم نحكي عن صحفيين رح يعانوا، أو أكيد نحن صار عنا بدنا من دعم نفسي من وراء اللي
شفناه على التلفزيونات، فكيف الصحافي اللي كان على الأرض وعم بيغطي بشكل مباشر؟ عم نحكي عن إعادة بناء الجامعات كليات الإعلام ومراكز التدريب، يعني اللي صار بحاجة لدعم مالي ونفسي ويعني مباشرة من بعد ما تنتهي الحرب، لازم يكون في العالم كله يقدم ويساعد. في تعاون بينكم كمراكز؟ طبعا نحن بين عدد من عم نتناقش ونتحاور مع عدد من المؤسسات الدولية لنشوف مرحلة ما بعد الحرب كيف رح نقدر نساعد بدعم إعادة بناء المؤسسات الإعلامية ومساعدة الصحفيين. وكمان عم بتصير بفلسطين بالضفة الغربية، عم بتصير مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعدد من المؤسسات الحقوقية بفلسطين كمان عم بيساعدوا الفلسطينيين بشكل مباشر بقطاع غزة. يعني بس هلأ ناطرين مرحلة بعد الحرب نشوف شو كيف ممكن نساعد، كيف ممكن نقدم الدعم لترك المؤسسات الإعلامية، لأنه الحاجة كتير كبيرة بعد ما تنتهي الحرب. وداد عم تفكروا أنكم ترفعوا دعوة؟ هو depends. نحن ما فينا نرفع دعوة من هون، لازم يرفع دعوة هي مؤسسات فلسطينية، واللي نقابة صحفيين فلسطينية عم تعمل دورة بشكل كامل وعم تقدم قدمت عدد من الشكاوى والدعاوى ضد إسرائيل، أولا شيرين أبو عاقلة وبعدين عدد الزملاء الصحفيين اللي سقطوا خلال هذه الحرب اللي استهدفتهم وقتلتهم إسرائيل. ومن لبنان طبعا في مؤسسات حقوقية، ونحن من ضمن هذه المؤسسات الحقوقية اللي قدمت كانت أو شاركت بتقديم شكوى أو تقديم موقف أنه اللي صار بحاجة لمحاسبة ولازم يصير في حد والافلات من العقاب بحق لإسرائيل، لأنه إسرائيل حتضل مستمرة بقتل الصحفيين. ما رح تتوقف إذا ما صار في محاسبة حقيقية بحق هذا الإجرام اللي عم تعمله إسرائيل بحق الشعب. بس كمان لما بنوصل لمحاسبة ولو مرة يمكن شوي بيكون صار عملنا رادع طبعاً. بس طالما ولا مرة بعدها تحاسبت إسرائيل فهيدا عم بيزيد شراهتها بقتل الصحفيين. وداد عندكم تعاون مع مؤسسات إعلامية فلسطينية؟ وداد صحيح، نحن مننفذ عدد من المشاريع داخل بفلسطين كان بالضفة أو بقطاع غزة، وعندنا واحد من مشاريعنا هي دعم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، إن كان خاصة المؤسسات اللي بعدها جديدة، بعدها مبتدئة، منصات جديدة شبابية، بندعمها من إطار مثلا تدريبات حول الاستدامة المالية، بندعمها بتدريبات حول السياسات التحريرية، ديجيتال سيفتي، السلامة الرقمية. يعني بنقدم لها عدد من التدريبات عبر اكسبرتس إن كانوا بالضفة أو حتى بالأردن، بنلتقى مع المؤسسات الإعلامية وبنقدم هذه التدريبات. بالضفة بعدنا مستمرين، بس للأسف بعد ما اندلعت الحرب يعني على قطاع غزة وما قدرنا نكفي مشروعنا بقطاع غزة، استمرينا بعملنا مع المؤسسات بالضفة الغربية. بعد الحرب حيكون في تعاون كتير كبير؟ طبعا رح يكون في أكيد، يعني حنحاول قد ما فينا نركز مشاريعنا بقطاع غزة، لأنه في حاجة كتير كبيرة، حاجة أساسية للإعلام الفلسطيني، لأنه مثل ما حكينا من قبل إسرائيل ما عم تقتل صحفيين، إسرائيل عم تنهي من مهنة الصحافة، عم تقتل مهنة الصحافة. يعني بدها ما يكون في بعد حدا موجود من الصحفيين ليروي الرواية أو شو رح نشوف بعد هذا الحرب، لأنه رح أكيد بعد انتهاء الحرب رح نشوف المجازر اللي ما قدرنا تغطي صحفيين غطوها أو الشهداء تحت الأنقاض. يعني في كتير روايات رح تطلع بعد الحرب. ولا شو بيعتز الصحفي بعد هذه الحرب؟ أكيد يعني الصحفيين رح في صحفيين خسروا معداتهم، خسروا مؤسساتهم وبيوتهم وخسروا عائلاتهم. يعني في كرمال هيك عم نقول حاجة كتير كبيرة، والشغل اللي عم نقوم فيه مش مسنحنا مع مؤسسات دولية وفلسطينية وتعاون مع جهات فلسطينية لحتى نقدر يكون في شغل متكامل وتوصل الحاجات تغطى هذه الحاجات بقطاع غزة. وداد من 2007 مؤسسة سمير قصير بتقوم بأدوارها لحماية الحريات الإعلامية والإعلاميين، هل بتشوفي أنه أدت الرسالة اللي كان بيحلم فيها سمير قصير وجيزال خوري؟ صح، يعني جيزال حملت أفكار سمير وأفكارها طبعاً، لأنه اللي ما بيعرف جيزال منها بس إعلامية، جيزال هي
ناشطة ومدافعة قوية ضد القمع وضد الاستبداد ومدافعة عن حرية التعبير. نحن يمكن الناس بتعرفها أكثر كإعلامية، بس هي نعم كان شخصية يعني كل هدفها كان غير حماية الصحفيين، إنه تكون في مؤسسة بتعزز الحرية والديمقراطية في دولنا العربية وتحديدا في لبنان ودول الجوار. شخصية استثنائية هي جيزال خوري بصراحة. يعني عنا هلأ حلم سمير وعنا هلأ حلم جيزال، ونحن هلأ قدام مسؤوليتين مش مسؤولية واحدة، وبالتالي مستمرين طبعا بمؤسسة سمير قصير إنه نحمل هذا الإرث اللي تركته جيزال وتركه سمير قصير، لنضل مستمرين فيه، وهي إنه ندافع عن الصحفيين، نحمي الصحفيين، نحمي حقوقهم، ونشتغل على تعزيز الثقافة والحريات في منطقتنا. وفي جائزة سمير قصير. صحيح، نحن بتكون هذه السنة سنة 19، نعم. الاتحاد الأوروبي هو بينظم هذه الجائزة اللي هي بتعتبر من أهم الجوائز العربية بما يتعلق بثلاث فئات: نعم. المقال الرأي، التحقيق الاستقصائي، وتقرير المكتوب المسموع، المرئي المسموع. نعم. جائزة بتتقدم للصحفيين، أي صحفي عربي بيحب يشارك، نكون مواده اللي عم بيقدمها تعنى بحقوق الإنسان، تعنى بالحكم الرشيد، الديمقراطية، الحرية، بتعزز من هذه النقاط. ونحن كل سنة بتم اختيار فائز عن إحدى تلك الفئات، جائزة حلوة 10,000 يورو لكل نعم فائز بهذه الجائزة. وطبعا هون دورنا ب يعني دعم، هيدا نوع من دعم مباشر طبعا للصحافة اللي عن جد عم بيشتغل وبيغير في وطنه وفي مجتمعه. ونحن بالطبع نتمنى لكم كل التوفيق شكرا في لك. كل مسؤولية تقومون بها لأجل الصحافة ولأجل الحرية التي استشهد من أجلها سمير قصير. أنا أشكرك وداد جربوع، الصحفية والباحثة في مؤسسة سمير قصير، شكرا لك. على هذه الإطلالة معنا اليوم على شاشة تلفزيون فلسطين. شكرا جزيلا لك. شكرا 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 كثير. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، دمتم بأمان الله.